أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 317 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا على مدار يومين. وأوضحت الوزارة أن 56 من حالات الوفاة المسجلة تعود اليوم 22 من الشهر الجاري. كما سجلت الوزارة أكثر من 5600 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بات الملف الصحي خاصة فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا والتلقيح ضده أبرز الملفات وأكثرها تعقيدا في تونس، وتحول إلى موضوع للسجال السياسي بين الخصوم. رئيس الجمهورية قيس سعيد تدخل مؤخرا بجهوده لمكافحة الوباء، الأمر الذي اعتبره مقربون محاولة لسحب البساط من الحكومة في التعاطي مع الملف. وباء كورونا بات أبرز الملفات التي تسللت إليها السياسة في تونس. أكثر الملفات تأثيرا في حياة التونسيين خلال العامين الماضيين بات خاضعا بحسب المتابعين هنا للسجال السياسي بين الخصوم. الرئيس سعيد التحق متأخرا بالملف في وقت تسجل فيه تونس أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات. اجتماعات متكررة في قصر قرطاج وظهور كثيف في استقبال المساعدات الدولية لتونس. يحب يوري أنه هو عنده دور وعنده إمكانية أنه يلعب دور وأنه يصلح أغلاط رئيس الحكومة. أي واضح يتسمي هذا أهداف سياسية ربما، لكن في نفس الوقت هو فما جانب متاع زادة مسؤولية. مظاهر التنافس بين قطبي السلطة التنفيذية كشفتها مؤخرا إقالة وزير الصحة فوزي المهدي من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي، واستقباله في اليوم التالي من قبل الرئيس سعيد. إقالة كان لها ما يبررها كما يقول مقربون من الحكومة التي تقول إن تدخلات الرئيس في عملها ومحاولته سحب الصلاحيات من يد رئيس الحكومة أدت إلى تعطيل عملها وتحجيم قدراتها على مواجهة الوباء. أما المشيشي فيقول مقربون إنه لا يريد أن يتحمل خسارة المواجهة ويريد أن يكون شريكا في تحقيق إنجاز توفير اللقاحات. المشيشي يضع مصيره السياسي فوق الطاولة إذا لم يقم بعمل جدي في أقرب وقت يحس به التونسيون ويساعد على إنقاذ البلد. أرقام قياسية في عدد الوفيات جعلت تونس تتصدر إحصائيات منظمة الصحة العالمية للمنطقة العربية والإفريقية. أرقام يفسرها الخبراء بتأخر استخدام اللقاحات وضعف إدارة الأزمة الصحية بسبب الأزمة السياسية المستمرة التي جعلت الحكومة تعمل بأقل من ثلث وزرائها. سيكون الملف الصحي مرجع التقييم والمحاسبة في ميزان السياسة والانتخابات خلال الفترة القادمة، ملف يبحث كل طرف سياسي عن تحقيق نجاح يحسب له فيه. في مقابل ذلك يبحث التونسيون عن إجراءات توقف نزيف الحياة في مستشفياتهم. علي القاسمي، العربي، تونس. انضم إلينا من تونس الدكتور بشير الجويني الباحث السياسي. أهلا بك سيد بشير. معظم دول المغرب العربي يعني شهدت ربما نتائج وخيمة إن صح التعبير لجهة انتشار فيروس كورونا. رأينا ما حدث في المغرب، في الجزائر، وحتى أيضا في موريتانيا. لكن في تونس يتخذ الموضوع شكلا آخر، يصبح ملف كورونا ورقة ضغط سياسي يعني وتجاذبات لم نشهدها في أي بلد آخر. لماذا الآن؟ مساء النور، تحية لك ولكل المشاهدات والمشاهدين. أعتقد أن مسألة كورونا جاءت على قدر هي وطبقة سياسية في جلها مهترئة، خلينا نقول جاءت مع هذه الطبقة السياسية، ولكن أيضا جاءت في ظل خلافات داخل نظام سياسي تونسي خلينا نقول هجين. هذا النظام السياسي التونسي الذي قسم السلطة بين باردو والقصبة وقرطاج، يعني بين مجلس النواب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. النظام التونسي السياسي لم يتعود على هذا الاقتسام، ولهنا إذا زدنا إلى ذلك مؤسسة رئاسة الجمهورية التي انتخب على رأسها شخص ليس له ماضي سياسي وليس له ماضي سياسي بمعنى الاقتسام السياسي، بمعنى المفاوضات وبمعنى الاشتراك. إذا ما أضفنا كل هذه العناصر إلى بعضها البعض وزدناها اهتراء المنظومة الصحية منذ الاستقلال، يا سيدي الكريم، هذه لو سمحت لي، لكن ألا تدرك الطبقة الحاكمة أن هذه الخلافات، لو صح التعبير، هي خلافات وقت السلم، بمعنى أن كل دقيقة يعني يقضيها هذان يعني الطرفان، الحكومة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة، يعني ثمنها ربما حياة أحد المرضى في المشافي.
ألا يدرك، يعني تدرك هذه الطبقة السياسية أن الوقت الآن يجب أن يكون مكرسا جله، لا من أجل هذه الخلافات بل من أجل إنقاذ منظومة صحية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من يعني مجتمع يجد نفسه يواجه فيروس كورونا دون حول ولا قوة حتى؟ هذا السؤال الذي يطرحه التوانسة الكل ويطرحه المراقبون. أما أنا لهذه الطبقة السياسية وخاصة لقطبي النزاع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أن يثوبا إلى رشدهما. خلينا نذكر بأن رئيس الحكومة هو اختيار رئيس الجمهورية، ففي نهاية الأمر بتبسيط أرجو أن يكون مخل المعادلات الرياضية تقول أنه إذا كان رئيس الجمهورية أخطأ في اختيار عونه على القيام ب يعني مسؤولية الدولة، فأعتقد أنه المشكلة في جزء كبير منها واضحة، أن هناك تعنت من طرف رئيس الجمهورية، وهناك أيضا حتى لا نبرئ ساحة رئيس الحكومة وحزامه السياسي، هناك خلينا نقول سوء تقدير وسوء إدارة للأزمة بشكل مزمن. نحن عندنا مشكلة قيادة، المسألة ما هيش متعلقة فقط بالإمكانيات اللي هي صحيح ما هيش متوفرة، وبالمسألة الاقتصادية اللي هي صحيح في درجات دنيا من طمأنة التوانسة، ولكن هناك مشكلة حقيقية، مشكلة قيادة. نحتاج قيادة تجمع بين التوانسة، تجمع التوانسة وتقول لهم أنه الآن هي لحظة هذه القيادة حرب، كما هو واضح على الأقل على الوباء صحيح، هذه القيادة على الأقل يعني كقيادة موحدة حتى الآن مفقودة، لكن الكثيرون اليوم يوجهون الاتهامات أكثر من ذي قبل كما تعلم لرئيس الجمهورية أو ضد رئيس الجمهورية. لا هو يريد أن يمضي الإصلاح في شأنه، ولا يريد أن يمنح إمكانية إقامة محكمة دستورية، ولا يريد أن يجري أو يوافق على خطط الحكومة. يعني ما الذي يريده رئيس الجمهورية إذن؟ رئيس الجمهورية قال الشعب يريد، ووضع ثلاث نقاط بعض هذا كلام الشعب شعبوي، هذا كلام للاستهلاك السياسي. ما الذي يريده بالمعنى السياسي؟ نعم 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 لا لا كلام بالمعنى السياسي. رئيس الجمهورية عنده مشكلة مع الأحزاب وعنده مشكلة مع المنظومة السياسية القائمة. رئيس الجمهورية يصفي حساباته مع المنظومة السياسية القائمة بكل ما يجده أمامه، سواء كانت محكمة دستورية أو أرواح توانسة أو مسألة اقتصادية أو تحوير وزاري. كل ما يعترض طريق سيد رئيس الجمهورية من أجل تصفية حساباته مع النظام السياسي اللي هو خربان في جزء منه، ومع الأحزاب اللي في جزء منها مشكلة، ولكن الحرب لا يمكن أن تخاض أمام جبهتين. الجبهة الوحيدة المطالبين كتوانسة رئاسة وحكومة وبرلمان ومجتمع مدني وأحزاب أن نخوضها هو الحرب ضد الفيروس ضد كورونا. كل الحروب أعتقد أنها مؤجلة، لكن ليت السيد رئيس الجمهورية والدوائر اللي في رئيس الجمهورية تستمع إلى هذا النداء، نداء صادق، أنه فلنؤجل كل أنواع الخلافات من فيها المحكمة الدستورية، من فيها المسألة الاقتصادية، من فيها النظام السياسي، النظام الانتخابي، كل هذا مؤجل لحين الانتهاء من الفيروس اللي يحصد كل يوم في أرواح التوانسة والتونسيات. نرجو أن يستمع الجميع في تونس لهذا النداء بالتأكيد. شكرا لك دكتور بشير الجويني الباحث السياسي، كنت معنا